كنعان والخيل العربية والحكاية البشر. هنا أول بيت يسكنه الناس وأقدم بيت عرفه البشر. مدينة تحتفل اليوم بمرور 10,000 عام على وجودها، تحتفل بعراقتها الأصيلة كأقدم مدينة في العالم. مدينة حملت في طياتها العديد من الحضارات والثقافات، سكنها الرومان والكنعانيون الذين وضعوا أولى خطوات الازدهار الذي تشتهر به اليوم منذ تاريخ وجودها عام 6800 قبل الميلاد. إنها مدينة أريحة أو مدينة القمر نسبة إلى كلمة يريحو الكنعانية. تقع مدينة أريحة شرق الضفة الغربية وعند شمال البحر الميت وعلى الضفة الغربية لنهر الأردن، وتبعد عن مدينة القدس حوالي 38 كيلومترا. ولإبراز تاريخ هذه المدينة وأهميتها الدينية والتراثية جاء احتفال أريحة 10,000 عام. وتحت شعار استكشف أقدم مدينة في العالم، تأتي احتفالية أريحة 10,000 عام لتحقيق العديد من الأهداف، أهمها تحقيق تنمية شاملة لمنطقة أريحة من ترميم للمباني السياحية وتحسين البنية التحتية، العمل على العديد من المشاريع لجذب الاستثمارات الثقافية والسياحية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتثبيت أريحة على خارطة السياحة الدولية وجعل منطقة أريحة مسرحاً لتبادل الثقافات من خلال إقامة النشاطات الفنية والثقافية وتنفيذ خطة تنموية شاملة للمنطقة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نحتفل بكل فخر واعتزاز إنه إحنا بنحتضن هذه المواقع، مواقع مثل أريحة أقدم مدينة في العالم. هذا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً. كل عام وأريحة بخير. وبدأت الاحتفالية التي انطلقت في 10 من شهر أكتوبر من العام 2010 وستستمر لسنوات عديدة قادمة باجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني يعقد لأول مرة في مدينة أريحة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وبحضور محافظ أريحة والأغوار عطوفة السيد كامل حميد، حيث أقر المجلس جملة من التوصيات المهمة لإقامة مجموعة من المشاريع التي ستنفذ خلال السنوات القادمة. اجتمع اليوم مرة أخرى لنؤذن بإطلاق هذه الفعاليات الهامة والتي تشتمل على عدة أنشطة ومشاريع تنموية على مدار 3 سنوات، ليس فقط في أريحة نفسها كمدينة وإنما في الأغوار، وليس في جزء من الأغوار وإنما في كل الأغوار. كما وتم إطلاق الختم البريدي الفلسطيني الخاص باحتفالية أريحة 10,000 عام بحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع وشخصيات دبلوماسية وممثلي الدول المانحة. أما على الصعيد التنموي فقد تم افتتاح طريق العوجة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بحضور كل من السيد مايكل هارفي مدير الوكالة الأمريكية في فلسطين والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، بالإضافة إلى إنارة قصر هشام والذي يعتبر من أبرز المعالم التاريخية في فلسطين.
انفتحت الطريق الكبيرة والمهمة، طريق أريحة العوجة على امتداد يعني ولا 25 كيلو. هذه الطريق تحولت إلى طريق يعني أوتوستراد عظيم وعظيم جدا، تمت بمباركة الاتحاد، مباركة اليوسايد، ويوم الافتتاح كان رئيس اليوسايد والقنصل الأمريكي ورئيس الوزراء والهيئة التوجيهية لأريحة 10,000 سنة. The road that we are inaugurating today is about a $6 million investment. And that is part of a total package that we have invested in Jericho governance of about $30 million. Some of that is infrastructure, some of it is health and education, and some of it is the building of the institutions of the state of Palestine. وكما في كل النشاطات، كان الشباب الفلسطيني المحرك الأساسي لتنظيم هذه الاحتفالية، الذي تطوع وعمل بجهد في إنجاح هذه الأنشطة، والتي تعكس بدورها روح الانتماء الوطني عند الشباب الفلسطيني. أنا متضوّع اليوم مع مؤسسة رواد، المؤسسة السباقة في هذا العمل، المؤسسة اللي بتحاول إنها تضع بصمتها في كل المشاريع وكل أنشطة وكل المناسبات. وفي هاي المناسبة عن جد كانت مؤسسة رواد من الناس اللي حاولت تعطي شيء مميز، وأنا عن جد سعيد جدا بوجودي معهم، لدرجة إنه حسيت معنى المسؤولية، حسيت معنى الانتماء لهذا الوطن. هاي المناسبة وضحت لي معاني كثيرة، أهمها الوطنية، أهمها الانتماء، أهمها إنه كيف من الممكن إنه نعلن دولة، المهم كيف إنه نحاول نثبت وجودنا أمام العالم. نشاطات كثيرة تخللت هذا المهرجان الضخم لمشاركة أبناء المدينة فرحتهم، فتنوعت الفعاليات بين الرياضية من سباق للماراثون إلى العروض الفنية والموسيقية التي قدمتها العديد من الفرق الدولية والعالمية والفلسطينية، والتي تأتي في سياق دعم هذه الاحتفالية ولتعكس أهمية ومكانة هذه المدينة بين مدن العالم. لابد من أن يكون لوزارة الشباب والرياضة دور مميز في إحياء هذه الاحتفالية الوطنية الفلسطينية الفريدة من نوعها، فشاركنا كوزارة الشباب والرياضة في تنظيم ماراثون شبابي نوعي شارك فيه لا يقل عن 4,000 شاب وشابة من جميع محافظات الوطن. هذا الماراثون الكبير الحاشد أعتقد أكد أهمية هذه الفعالية، وأيضا عمل مساهمة ومشاركة ملموسة وواضحة ومؤثرة من قبل الشباب في إحياء هذه الاحتفالات. عاصمة الراحلة والقلوب، أهلا بكم في رحاب الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية، حاضنة كل إبداع جميل. عروض أنارت احتفالية أريحة 10,000 عام، تنوعت بين العروض العسكرية والكشفية في مقر الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية في المدينة، والتي شهدت أيضاً إحياء أمسية ثقافية تخللها أوبريت غنائي بقيادة الملحن الفلسطيني سمير الماخول، ومن كلمات الشاعر محمود أبو الهيجة، حيث حرك العرض مشاعر الكثيرين من الحضور. قد تعلمه الطين والحجر.
بمدينة القمر، تربى من سطع فيها على حبها، فانطلق الفنانون وغنوا إليها بكل فخر وامتنان، وأبدع الفنان مراد السويتي بأغنية بالحب أريحة ضمنا. آلاف عام مرت على عروس القمر، فمن قصر هشام إلى عين السلطان إلى دير قنبل وإلى كل بقعة في إرثها لنا فيها حنية.